عسلامة الناس الكل. بما باش نقول الكل هذا تبع التروازيم ولا الباك، خاطر نصوروا فيه في 2021، وكيف ما تعرفوا عام الكورونا هدايا، دونك سمعت التروازيم اللي العاده يقراو كومبلكس السنه ما قراوش، ولا الباك التروازيم ان توكا راه ما فماش فرق كبير وما فاتكم شيء. اول حاجه اي حد باش يدخل يتفرج على لي فيديو لازم ينسى من مخه انه الكومبلكس حاجه صعيبه كيما يحكيوا عليه، وباش تكتشفوا في الاخر انه الكومبلكس ساهل، الكومبلكس سورس دو نوت في لي دووا، وباش تحبوه على الاخر. هذا واحد به. اول حاجه نحب نقول لكم انه راهو ما وصلوا انه قراركم النمبر كومبلكس الا ما يكون مخكم قادر انه يستوعب. في كل مرحله من عمركم راكم باش تشوفوا حاجه جديده على قدر ما مخكم يستوعبها، دونك ما تتخيلش انه هما جابوا لكم حاجه من السماء، حاجه ما تقدروش عليها، حاجه صعيبه على مخاخكم. نو، بالعكس انتم راكم قادرين انكم تفهموا الكومبلكس بالباهي، وراهو ساهل وسورس دو نوت. احنا في المات شنية الحكاية ديما، وإلا في الفيزيك ديما نحاولوا انها الحاجة اللي تتقال عليها امبوسيبل ولا ما تجيش نحاولوا نرجوها تصير، نحاولوا نلقاو دي سوليسيون باش تصير. كيف ما كان عنا زيرو من ما نعملوا فيه حتى حل، ولينا وصلنا ان نحكيو على الليميت في الاكس تانفير زيرو بلس والليميت في الاكس تانفير زيرو موا، وولينا نقربوا شوية انه الفونكسيون براتيكمون في الزيرو قديش. اوكي، كيف زاد عنا حاجه اخرى اللي هي مثلا في وسط راسين حاجه نيجاتيف، اش نحكيو عليها لهنا؟ امبوسيبل، ما عنديش هنا في وسط راسين حاجه نيجاتيف. كي نجي نعمل حاجه اوكاري تعطيني نيجاتيف، كيف زاد نقول امبوسيبل؟ دونك شي يصير، دونك لازم حل. الحل هكايا هو هالنمبر كومبلكس هذا. خليني نفسي خيدو من قبل. باه، اشنو هو النمبر كومبلكس؟ النمبر كومبلكس اللي خرجناه والا هو الحرف، حرف اسمه اي. الاي هذية انه انا كي نعملها الكاري تعطيني موانزا، يعني باد اكزامبل دو زي او كاري هي دو فوا دو او كاري سي كاتر، و اي او كاري سي موانزا، دونك سي موان كاتر. اوكي، دونك لهنا ولا عندي حاجة اسمها اي، انا كي نعملها الكاري تنجم تعطيني نيجاتيف. تو وليت نحكي عن نيجاتيف، هيك هو النمبر كومبلكس. الحاجه الجديده فيه انه وليت عندي اعداد الكاري نتاعهم يعطيني نيجاتيف. اوكي، دونك لهنا بعد ما كنت زيد نحكي على الانسامبل ار، ولا ما عادش نحكي على الانسامبل ار على خاطر وليت عندي اعداد جديده فيهم اي، وليت نحكي على الانسامبل سي. اوكي، اللي هو ما كنا نقوله على الار يلم الكل، هذا يلم اللي يلم. اوكي، يلم الناس الكل حتى بالاي نتاعهم. باه، توا باش نتعدى نزيد نخدم معاكم شويه. مثلا ان بلس اي او كاري، دونك انا لهنا عدد مع الاي، لا انا روحي كيفاش باش نخدمو. دونك باش نعمل ان او كاري بلس دو فوا ان فوا اي بلس اي او كاري، دونك لهنا ان بلس دو زي ان بلس دو زي، والاي او كاري هي موانزا. دونك رد بالكم تنساوها، اي او كاري هي الموانزا، دونك ان موانزا دونك تعطيني دو زي. اوكي، باه فما واحده اخرى اللي هي شنيا؟ اللي هي الان موان اي او كاري، ان موان اي لو تو كاري، اللي هي ان او كاري موان دو فوا ان فوا اي، دونك موان دو زي بلس اي او كاري، دونك سي ان موان دو زي موانزا، دونك موانزا ان تتنحى تعطيك موان دو زي. دونك هذوما احفظوهم شويه اللي هما الان بلس اي و كاري، تو تخدموهم برشا لين تحفظوهم يعطيوك دو زي، والان موان اي و كاري يعطيوك موان دو زي. اوكي، هذوما احفظوهم على خاطر تستعملوهم ياسر في خدمتكم. اوكي، اما لا راهو مش ما فماش كان هيكوما، معناها تنجم تعمل انت 3 بلس 4 اي و كاري وتشد تخدمها. تو تشوفوا، دونك انا شنو نحب نقول لكم؟ حاب نقول لكم انه الزاد اللي هو النمبر كومبلكس، اي نمبر كومبلكس نجم نكتبه في الشكل A بلس اي بي. شنو هي الA؟ الA هي البارتي ريال، والبي هي البارتي ايماجينير. هذه اللي بحذاها الاي تتسمى البارتي ايماجينير، والاخرى تتسمى البارتي ريال. اوكي، وهذه كلها زاد كامله نسميوها الفورم الجبريك دو نومبر كومبلكس زد. هذايا في الفورم الجبريك
تو بعد دي كنارا ودي فورم اخرين اوكي اوكي دونك انا اينو فا كي تبتها في الشكل A plus EB هذي يتسمى الفورم الجبري متفاهمين ساعات زادة تلقاوها مش كلمة فورم الجبريك ساعات تلقاوها اسمها فورم كارتيزيان كيف كيف نفس الشيء راهو كي يقولوا لك هك ولا هكا نفس الشيء ما تدخلش بعضه ب شوف هذي لهنا زيد هذي ساعات تلقاها مكتوبة مثلا دو يعطيك الزيد اش معنيها؟ معنيها فما كان الأ ما عنديش اي وما عنديش بي دونك هذي تتسمى الزيد متاعي اي ريال ما فيها كان البارتي ريال اوكي ولهنا دونك لهنا اش عندي لهنا عندي البي ايجال زيرو عبارة ان البي يساوي صفر لكن الأ موجودة الأ دو ساعات زيد تلقى مثلا الزيد هي تروادي بار اكزومبل اش معنيها؟ معنيها الا هي زيرو دونك لهنا الزد نتاعي اي ايماجينير زاد نجمو نقولو ايماجينير بور ايماجينير اوكي الا لهنا هي الصفر اوكي ساعات نلقاو ايماجينير بور والا ريال بور دونك كذا نفس الكلام كله كيف كيف طيب شنو باش نقلك الزد هذيا نحكيو على حاجه اسمها الكونجيغي نتاعها le conjugué du nombre complexe. Z هذه اللي احنا نكتبوها a plus ib شنو هو الكونجيغي نتاعها اول حاجه الكونجيغي هذه نرمزوا له بزد ب اللي اول حاجه بعد ما هي a plus ib الكونجيغي هو a moins ib اوكي دونك لهنا وليت لي لو بلوس وليت لي موا كي نتعدل الكونجيغي اوكي ناخذ اكزامبل باش تفهمني بالباهي اذا كان الزيد هي 2 بلوس 3 اي راهي الزيد ب هي 2 وموان 3 زي اذا كان الزيد هي 3 اي كهو دونك الزيد ب هي موان 3 اي اذا كان الزيد توا مثلا 4 الزد بار تبقى كاتر علاش على خاطرني انا الكونجيغي نبدل العلامه كان في اللي بحذا الاي اكا هو كان البارتي ايماجينير هي اللي نبدل لها العلامه نتاعها البارتي ريال نحطها كيف ما هي كيما تشوفوا دونك ناخذ اكزامبل اخر بار اكزامبل موان 2 بلس 4 اي دونك الكونجيغي الموان 2 تقعد موان 2 والبلس 4 اي تولي موان 4 اي اوكي دونك هذا الكونجيغي باش تسحقوا له برشا في لي زيكواسيون جوست هذه انفورماسيون معناها لازمك انت تعرف طول انه هزيت بار هذه والا الكونجيغي نتاع النومبر كومبلكس كيفاش تخدم داكور باش نختم معاكم الفيديو الاول بشويه دي بروبريتي اللي هما لازمين باش تقدموا فيهم في الكومبلكس معناها ما تنجمش تتحرك من غير ما تعرف لي بروبريتي اوكي دونك اذا مش باش نقول لك احفظها اما انت لو كان تاخذ شويه دي زيكزامبل تو تكتبيهم وحدك وحدك باهي لو كان انا نقول لك زيد بلس زيد با ايش يساوي اول حاجه راني باش نعمل دي زيكزامبل مثلا الزيد هي 2 بلس 3 زي ما نعرفش علاش ديما نحط الاكزامبل هذا دونك الزيد بار هي 2 موان 3 زي هاك ولا هذا تفهمنا فيه تو تو باهي دونك هذه الزيد وهذه الزيد بار لو كان نعمل زيد بلس زيد بار Donc z plus z bar c'est 2 plus 3z plus 2 moins 3z. Donc moins 3z plus 2z, on a fait 4. Le 4 est quoi? C'est la partie réelle de z ou la partie réelle de z bar. C'est la même partie réelle de z. Donc là, on a déjà dit que z plus z bar est 2 fois la partie réelle de z. اوكي والا نجم نقول هي 2 ا لحظه هي البارتي ريال نورمالمون نعملها حتى خط واحد يزي 2 فوا البارتي ريال دو زيد هي 2 ا اوكي نتعدى تو زيد موان زيد ب زيد موان زيد ب اللي هي هات ناخذ ليكزامبل انا نتاعي 2 بلس 3 زي موان 2 موان 2 Moins ou moins 3z. Voilà, hein? 2 moins 3z. Donc c'est 2 plus 3z moins 2 plus 3i.
دونك موان دو دو تتنحش تفضلي 6 اي. ها 6 اي اللي هي شنية؟ 6 اي اللي هي شنية؟ هي تلوى اي مع تلوى اي ب. نحب نفكرك في حاجة مهمة برشا، انا زاد نقولها ا بلس اي بي. دونك البي متاعي هي 3 والآ متاعي هي 2. اوكي دونك انا لهنا 6 اي هي شنية؟ تروازي بلس تروازي، دونك هي 2 فوا اي فوا بي. داكور هي 2 فوا اي فوا بي، والا نقول 2 فوا اي فوا البارتي ايماجينير دو زد 2 اي بي. داكور متفهمين؟ نعاود لك. دونك اذا كان انا عندي زد هي ا بلس اي بي، راني ما نجيش نقول ان الاي بي هي بارتي ايماجينير، ولا نقول الاي بي هو الايماجينير نتاع زد، لا البي هو الايماجينير نتاع زد. اوكي باه نتعدى توا لي بروبريتي وحيد اخرين. اسيدك نعملو زد فوا زد بار. اش قلنا احنا لي زيكزامبل؟ زد ايغال 2 بلس تروازي، وزد بار هي 2 موان تروازي. باه زد فوا زد بار هي شنو؟ هي 2 بلس تروازي fois 2 moins 3i. Donc il y a 2 fois 2 c'est 4 moins 6i plus 6i moins 9 moins 9i carré. Donc tatini 6i ou 6i t'etnaha tatini 4 moins moins donc plus 9 i ou carré il y a moins 1. Donc moins 1 fois le moins t'as plus on a avec une 9 4 plus 9. Ok دونك هذه هي عبارة هي ال A أو كاري، وهذه هي شنية؟ هي ال B أو كاري. دو هي ال A، ال B هي التروى. دونك A أو كاري بلس B أو كاري. بيه هاي مش نقولكم، هذه حطوها في مخكم إنها الموديل دو زد أو كاري. تو بعديك في الفيديو جيت تعرف شو معناها الموديل دو زد. أوكي دونك باش نفسخ هنا توا عندي زد بلس زد بار باش نلخص، هي ا او كاري بلس بي او كاري اللي هي الموديل دو زد او كاري. ا او كاري بلس بي او كاري اللي هي الموديل دو زد او كاري. نجم تحفظها حتى هو لحد الان ا او كاري بلس بي او كاري. تو بعديك كي نبداو في الموديل تو نحكيو به. كيف كيف تنجم انت تكمل تخدم وثبت معناها خذ دو زيد خذ اكزامبل ولا اثنين واعمل لي بروبريتي الكل وشوف روحك اسكو تشوف تجيب فيهم صحاح ولا غالطين. اوكي دونك عندنا زيد بلس زيد بريم كاري زيد بريم بار. دونك لهنا اذا كان انا شديت جماع زيد 1 زيد 2 ولا زيد بلس زيد بريم بار اكزامبل 1 بلس 2 زي وزيد بريم هي بار اكزامبل 2 موان 3 زي par exemple. Donc لو كان نجي نجمعهم مع بعضهم ونعمل البار نتاعهم باش نلقاها هي زد بار بلس زد بريم بار. داكور دونك لو كان ناخذ زد موان زد بريم جست باش ما نطولش عليكم كملوا ثبتوا انتوما، هي زد بار موان زد بريم بار زد فوا زد بريم بار هي زد بار فوا زد بريم بار. دونك هذوما دي بروبريتي لازم انت تكون تعرفهم. زد بوسانس ان بار هي زد بار بوسانس ان. اوكي زاد نجمو نلقاو زد سور زد بريم يعني نومبر كومبلكس على نومبر كومبلكس لو تو بار. كيفاش باش نخدمو؟ باش نعمل الفوقاني بار على اللوطاني بار نتاعو كونجيكي نتاعو. داكور شوف المطلوب منك انك انت كي تدخل للكور بعد ما تفرج على الفيديو هذوما تدخل للكور نتاع كلاسيك نتاع بروفك تبدا مركز معاه تفهم لي بروبريتي الكل. ما تسحقش لايتيود لا شيء، تسحق سيريات تسحق شويه دوفرات تسحق شويه خدمه اكاها سينو راهو سهل برشا كومبلكس. ان شاء الله الفيديو هذا ما يكونش طويل عليكم. نتعدوا الفيديوهات الاخرين اللي هما فيهم حاجات اخرى وحاجات جديده.